أهلا بكم من جديد. قامت الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتوقيع اتفاقية استكشاف ومشاركة الإنتاج مع شركة إني الإيطالية، وذلك على خلفية الدراسة المشتركة التي أجرتها شركة إني خلال عام 2016 ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الجانبين في يناير 2019، وذلك لممارسة أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في القطاع البحري رقم 1 شمالي مملكة البحرين، والمزمع بدءها بعد الحصول على الموافقات التشريعية النهائية. وأشاد معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بالدور البارز الذي تطلع به اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي، والتي تهدف إلى المحافظة على ثروات البلاد الطبيعية والعمل على تطوير مصادر الطاقة ودعم الاقتصاد الوطني. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن الربع الأول من 2019، إذ يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وإعادة التصدير بالإضافة إلى الميزان التجاري. وبحسب التقرير تحتل الصين المرتبة الأولى في حجم الواردات التي بلغت 158 مليون دينار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 92 مليون دينار، بينما تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة من حيث حجم الواردات التي بلغت 84 مليون دينار. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية التعاقدات هذا اليوم، حيث كانت بورصتنا المحلية مغلقة اليوم بمناسبة يوم العمال لعام 2019. أما بالنسبة إلى أغلاقات باقي البورصات الخليجية فنبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت عند مستوى 9361 نقطة كما هو موضح على الشاشة، بارتفاع بلغت نسبته 0.62%. وبالنسبة لسوق أبو ظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 5258 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.1%. أما سوق مسقط للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 3965 نقطة بارتفاع تجاوز نصف نقطة مئوية. رحبت وزارة المالية السعودية بإعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الذي أكدت فيه التصنيف الائتماني السعودي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأشار الإعلان إلى القوة المالية التي تتمتع بها السعودية بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية ونسبة الدين العام المنخفضة بالإضافة إلى الأصول الحكومية الضخمة. كما أكدت فيتش أن السعودية لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة. قالت مجموعة البنك الدولي إن تكريم أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح جاء مستحقا وتقديرا لدوره القيادي في دعم جهود التنمية الدولية لتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر عبر تقديم المساعدات لنحو 100 دولة نامية. وأضاف غسان الخوجة الممثل المقيم لمجموعة البنك الدولي في الكويت أن حجم المساعدات الحكومية الكويتية للتنمية شكل نحو 1.2% من إجمالي الدخل القومي الذي تتجاوز نسبته 0.7% والمستهدفة من الأمم المتحدة. وأفاد الخوجة بأن هذه المساعدات تسهم أيضا في بناء منشآت البنية التحتية للدول النامية بما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية والاندماج في الاقتصاد العالمي.
ونبقى في دولة الكويت، حيث دشنت الكويت رابع أطول جسر بحري في العالم تم تصميمه وتنفيذه وفق أحدث المعايير العالمية، ويسهم في تطبيق الخطة التنموية بربطه بين الكويت العاصمة بمناطق ومدن جديدة. ويمتد الجسر الجديد على طول 36 كيلومتر فوق البحر، ويعتبر أحد أطول الجسور في العالم. وتتطلع الكويت إلى تحويل منطقة الصبية الواقعة في أقصى شمالها قرب الحدود العراقية إلى منطقة حرة ضخمة تربط الخليج بوسط آسيا وأوروبا بكلفة تقدر بمليارات الدولارات وفقا لوكالة فرانس بريس. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: مبيعات أجهزة آيفون من أبل تتراجع خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري. توقعت مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق لإنهاء نزاعهما التجاري الذي أحدث توترا في الأسواق المالية وألقى بظلاله على الاقتصاد العالمي. وتخوض واشنطن وبكين منذ عام حربا تجارية شهدت فرض رسوم على بضائع بمليارات الدولارات وتهديدات بالتصعيد، والمحادثات الآن في مرحلة حاسمة. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بلاك ستون ستيفن شوارتزمان أيضا أنه متفائل بشأن فرص التوصل لاتفاق أمريكي صيني، ولكنه حذر من أنه لن يحل جميع القضايا موضع النزاع. سجل اقتصاد فرنسا وتيرة نمو تتماشى مع توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تعافي انفاق المستهلكين بعد احتجاجات السترات الصفراء في ديسمبر الماضي. وكشفت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاءات الفرنسية أن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد أوروبي نما بالتقديرات الأولية بنسبة 0.3%، وذلك خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي، وهي نفس وتيرة الارتفاع المسجلة في الربع السابق له. وبحسب التقديرات فكان من المتوقع أن ينمو اقتصاد فرنسا بنسبة 0.3% خلال الربع المنتهي في مارس الماضي. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. تراجعت مبيعات أجهزة آيفون من أبل خلال الربع المالي الثاني من العام الجاري لتفشل هامشياً في الوفاء بالتقديرات. وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال الصادر أن مبيعاتها من آيفون سجلت 31.5 مليون وحدة خلال الثلاثة أشهر من يناير حتى مارس الماضي، وذلك مقابل 37.55 مليون وحدة خلال نفس الفترة من العام 2018. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مبيعات أبل من أجهزة آيفون ستبلغ 31.1 مليون وحدة خلال نفس الفترة.